معكم اليوم موضوعنا مهم، كيهمك ألا لا؟ كيهمك بالضرورة، كيهمك وكيهم بنتك وكيهم الميمة ديالك وكيهم أختك وجارتك وصاحبتك. موضوعنا اليوم كيهم كل نساء بدون استثناء. غادي نتكلموا لأول مرة في حديث مغزل على الثدي، على البزولة كيف كنسميوها بالدارجة العامية. مناش كيتكون الثدي؟ شنو هي المكونات ديال هذا العضو؟ كيفاش نحافظوا عليه؟ من عادات ممكن تبر به او بالصحه ديالو؟ وشنو هي الامور والعادات الحميده اللي خاصنا اليوم نوعاو بها باش ندخلوها في حياتنا باش كل امراه يكون الثديين ديالها بصحة جيدة؟ إلا عندكم سؤال على الثدي، مريض أو ما مريضش، بغيتوا تعرفوا، بغيتوا تستافدوا، عندك بنية اللي وصلت لسن البلوغ وكتشوفي على أنه كاين بعض الألم أو التطور أو كتستعملي شي حاجة بغيتي تستشري فيها الأخصائيين، مرحبا بكم معنا دائما على راديو أصوات ورقمنا الهاتفي المباشر 0522 77 24 24. كيرافقوني في الحديث على هذا الموضوع والإفادة فيه دكتورة إلهام بن عبود، لأول مرة كتشارك معنا في البرنامج اختصاصية في أمراض النساء والتوليد، وكذلك مع دكتور عماد ميزاب الصيدلاني ودكتور طبعا الصيدلة والمختص في العلاج والتداوي بالأعشاب. كنبقاو مع هذا الفاصل على راديو أصوات. اليوم لالا السؤال اللي كنطرح عليكم وعلى كل مرة وعلى كل فتاة، واش كتعرفي مناش كيتكون الثدي أو مناش كيتكونوا الثديين ديالكم؟ طبعا هذا العضو اللي كنعيشوا معاه من سن البلوغ إلى سن توقف العادة الشهرية. التدي هو أبرز عضو عند المرأة، هو رمز الأنوثة، هو أساسي باش كل وحدة تعيش الأمومة ديالها وتعطي الحياة وتعطي الحليب ديالها المولود الجديد. التدي عضو كيتطور بمراحل مختلفة في سن أي بنت وأي مرأة. كيفاش اليوم نتعاملوا معاه، نحافظوا عليه؟ كاين أمراض اللي كتخلعنا، كاين أبحاث ودراسات علمية اللي كتبين على أنه في حياتنا ولات الكثير من العادات السيئة اللي احنا ما واعينش بها ولكن هي كاينة. فاليوم بغينا نعرفوا كيفاش كل فتاة، كل شابة، كل مرأة تحافظ على الثديين ديالها أو الثدي أو بالدارجة العامية ديالنا البزولة. البزولة طبعا اللي ككلمة دخلة في أمثلة كثيرة. هذا الموضوع هادي نتكلموا عليه بحضور الدكتورة إلهام بن عبود اختصاصية في أمراض النساء والتوليد، اللي كنقول لها مرحبا بك معنا. شكرا مدام، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك عندنا في حديث ومغزل. شكرا. وكذلك بحضور دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، الدكتور عماد اللي هذه مدة طبعا هو كيرافقنا في كل المواضيع اللي عندها علاقة بالصحة وبالسلامة ديال المرأة. دكتورة بن عبود، أول شيء بغينا نعرفه، أنا مرأة واليوم كنتسائل وعندي بنية وكين عندي خواتاتي والأم والعيالات، إحنا مناش كيتكون تدي المرأة؟ تدي كعضو مناش كيتكون؟ شنو فيه الداخل؟ واش ما واش عضلات واش عروقة؟ واش بغينا نشرحه لكل سيدة اليوم تشوف معنا هاد الحلقة. وطبعا إلا تلتحقتوا بنا على الصفحة ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات، فغادي نوريكم أيضا من خلال الرسومات علمية وطبية مناش كيتكون تدي. صباح الخير. مهم، التدي هو من الأعضاء الجنسية ديال السيدة، وبأنه كيكون من الفصرة ديال البلوغ، من البلوغ كيبدأ يبان التطور ديالو، كيبدأ بطريقة تدريجية حتى كيوصل واحد السن وكيكتمل. مهم باش نعرف به بطريقة مجازة، هو يا عضو كيكون في الصدر، في مقدمة الصدر، تيكون ثنائي يعني زوجين، وهو فيه ثلاثة ديال الأشكال، ثلاثة ديال المكونات، هما المكونات الغددية اللي ستكون على شكل بصيلات، وهذه البصيلات مرتبطة بواحد اللي كانوا ولا نقولوا هما يا القنوات، هذوك القنوات اللي تيرتبطوا مع بعضياتهم باش يعطونا قناة، ثلاثة ولا أربعة القنوات اللي كيمشيو للرأس ديال البزولة. وهذا الشيء كل شيء ملفوف بواحد واحد غشاء عضلي، غشاء لا ماشي غشاء عضلي، غشاء من الغراس، من دهنيات دهنية، وهذا
البروبورسيون ولا الدرجات ديال كل وحده من هاد الخلايا كتكون بطريقه متفاوته. في الاول كتكون الغدد والبصيلات في 60% ودائره بالدهنيات، وهذوك الدهنيات كيبداو يتغلبوا على هاد العضو الغدادي تدريجيا حتى مرحله من بعد البلوغ. وهادشي كلشي ملفوف بالجلد، غير هو كل هاد النوعيه ديال الجلد اللي كتكون ملفوف بها العضو ديال الثدي كيكون رهيف ومختلف على باقي ديال العضل. دكتوره بن عبود، حنا كنعرفوا على انه تقليبه ديال البزوله او الثدي هذه واحد المساله اللي اليوم مثلا في بلدان اخرى تتعلم المراه، كتعلم المراه ديرها. الاطباء كيطلبوا من السيدات هذه كوقايه وحمايه من امراض كثيره وخاصه من سرطان الثدي. اليوم تقليبات البزولة، السيدات اللي متبعيننا هاد الصباح كيفاش تشرح لهم كيفاش المرأة تقلب الثدي ديالها؟ هو نصيحة بسيطة، هي للسيدة ماشي كتشد الثدي ديالها وكتقبطو بالأصابع ديالها، هي تكون نعسة على ظهرها ولا غير جالسة وكتحاول تضغط عليه وكتكرازيه ولا كتورك عليه على الصدر، على القفص الصدري ديالها، وكتبقى غادية بطرف بطرف يعني بطريقة دائرية حول لاغيول يعني حول الراس ديال الثدي، هذا بطريقة دائرية باش ما تفادى قول كاع المناطق ديال الثدي. هذا ومني كتورك عليه تتبان ليها، اما الا شديتو بحال هكا تقدر تجيها واحد الطريقه. واخا علاش كتقلب؟ حنا كنهضروا على هاد التقليبه، علاش كتقلب؟ تقلب على اختلاف في الاحساس، يعني كيكون احساس رطب وكيولي احساس اما تحجر موضعي او تحجر اللي كيكون يكون في الثدي كله. الا هضرنا بالدارجه اكثر وزدنا بالصنا، يعني اليوم السيده كتصنت لينا الا قلبتي الثدي ديالك ولقيتي فيه شنو؟ بحال الولسيسه، بحال الكره، بحال قصوحية. ولكن الاختلاف في التقليبة، يعني السيدة خاصها تكون عندها واحد تقليبة دورية، وفي التقليبة كتمشي بشكل دائري؟ لا، يعني في مراحل، يعني تكون عندها مرة ولا جوج مرات في كل ثلاث شهور تستغل فترة ديال الحمام وتدوز يديها على التدي ديالها، إلا بان لها شي اختلاف بالنسبة لما قبل هذاك هو اللي والاختلاف هو عن طريق تحجر، يعني تيبان لها الاختلاف، اختلاف حتى في الإحساس تحت اليد. حنايا اليوم غادي نتكلموا ايضا معكم مستمعاتنا على كيفاش تعتني الاله بالثديين ديالك. فكنعرفوا كل بنيته كيكون عندها طبعا البروز ديال الثديين في سن البلوغ، كيتبدا قبل البلوغ، ما قبل يعني البلوغ كتكون واحد السنوات تدي. قبل من البلوغ كيبدا الثدي والاعراض ديال الجنسيه كتبان قبل من ظهور الحيض، وكتبدا بواحد الطريقه صغيره وتطور كيكون في الحجم ديال الثدي وحتى في الشكل ديالو. اذا اليوم غادي ناخذوا اسئلتكم على رقمنا الهاتفي 05 22 77 24 24. اي حاجه كتحسيها في الثدي ديالك بغيتي تستشري فيها مرحبا بك، ولكن ايضا الا ما عندك والو الحمد لله انت بصحه جيده وما عندك حتى شي الم، غير بغيتي تفهمي الثدي ديالك او الثدي ديال البنيه ديالك كيفاش تعاملي معاه، كيفاش تحافظي عليه، شنو الامور اللي تقدر تكون مضره وشنو الامور اللي خصنا بالعكس نزيدوا نرفعوا منها في حياتنا اليوميه. غادي ناخذوا اسئله المستمعات ديالنا. اهلا بك زبيده. السلام عليكم، معنا من جديده لزبيده، صباح النور. صباح الخير لالا، اهلا مرحبا بك معنا في حديث مغزل على راديو اسوات. شكرا بخير. تفضل، شنو سؤالك لزبيده؟ لانه عندنا اسئله كثيره فغادي نطلب منك الاختصار. الله يجازيك بخير. انا محيده الرحم، ايه، وفيت من الوالده ديالي عندها سرطان الرحم وعندي جوج بواتاتي توفوا سرطان الثدي، الله يرحمهم جميع. انا دابا الجاز لي ملي كيقرب ليا هكا ولا كيجيبها مثلا شي حد كيقرب ليا بحال هكا ولا هذا كنحس بهم كيعذروني. وفيت مني في 2017 درت الماموغرافي، يعني ما تصابت عندي حتى حاجه. نعم. وقال لي الطبيب غير معمره راسك بانك بحال من الاعصاب ودرتي بالك معاهم. واخا هاد الماموغرافي او هاد يعني الكشف بالراديو على الصحه ديال على الحاله ديال التدين ديالك، شحال من مره خصك ديريها؟ هادي دابا من 2017 يعني هادي عامين. اه. وشنو قال لك الطبيب؟ شحال مره خصك ديريها؟ مره في السنه ولا شنو؟ قال لي مره في عامين. مره في عامين. اه.
واخا. واليوم شنو السؤال ديالك للدكاتره؟ دابا كيعقروني دابا. شنو كيضروك؟ كيضروك الالم؟ ما كنلقى فيهم حتى شي حاجه زعما ملي كنقلب بيدي. واحد المره مشيت عند في السبيطار ديال المخزن كانت حمله وقلبوا لي قالوا لي ما عندك حتى حاجه. وانا كيعقروني كنحس بهم كيعقروني. شنو تقولوا لزبيده دكتوره بن عبود؟ بغيت نعرف السن ديالك مدام زبيده. 55 سنه. 55 سنه. مهم انت عندك واحد انقطع لك الطماطم مابقاش كيجيك الحيد. الحيد لا ما عنديش. وهاد الاعراض ديال الحريق راه اعراض تتقدر تكون ايجابيه في نسبه للسن ديالك وما اضطرابات هرمونيه اللي كنشوفوهم في السنوات الاولى ديال انقطاع الطماط. ومن جهه اخرى الحريق تيقدر يكون عندنا اسباب ديالو فيزيولوجيه يعني ما تخافيش منه. تقليبه الراديو بطريقه بعده وهذا الشيء اللي غتقدري ديري. ولكن ما تخافيش من هذاك الحريق. الحريق حتى الا كان عندك شي كويره ولا شي حاجه هو اللي تيكون سبب من اسباب الخيبه. اما الا كان كل شيء مزيان ما ترديش بالك هو اضطراب هرموني فقط. ما يكون بس عندك دكتور عماد. يقدر يكون استئصال الرحم لان استئصالات الرحم فهنا يقدر يكون عندها مشاكل في المستوى الهرمونات ديالها. ما يكون بس عندك. غادي ناخذ غزلان معنا من تازه ناخذ سؤالها. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك على راديو أصوات. شكرا بزاف كنشكر الدكتورة اللي معاك والدكتور عدنان الله يحفظكم. عماد مرحبا بسؤال. هذه عام وأنا كنتصل بإذاعة أصوات. مرحبا. يلا ناخذ السؤال ديالك حنا في الخدمة. بغيت نقول لكم واحد البنية مسكينة عندها 16 سنة. إيه. دابا مني وصلت 16 سنة عاد يعني عاد وصلها البولوغ. إيه. وكيدروها بجوج الهداف ما كتقدر كاع توقف منين يعني كتبقى واحد 3 ايام قبل ما تجيها الدوره الثانيه ما كتقدر كاع توقف. مشيتو ديتوها للطبيب؟ مشات للطبيب قال لها يعني عادي ولكن هي كتبقى تغوت كتقرر تجيها كتبقى تغوت وفيها الالم بزاف وما عرفناش شنو هو. واش يعني فيها الالم على مستوى الصدر ديالها على مستوى الثديين ديالها ياك غزلان؟ كيجيها الحريق في البزازل ديالها. واش ما لقى عندها لا ولاسس لا والو؟ قال لها ما عندك والو قال لها داك الشيء عادي ولكن يعني مشات بزاف ديال المرات. دابا ملي كتقرب ديها كتبقى تغوت يعني نعم شعور بزاف. واخا خليك معايا الدكاتره معنا غادي يجاوبوك من بعد الفاصل. نتابعوا دائما على راديو اصوات. بغيت نسولك الحبيبه ديالي بغيت نشارك معكم ديما كنشارك معكم في رايكم على حسب الطياب ما عرفتش. ها هو المخرج جنى عبد الرحيم حبيش غيشرح لك كيفاش تشاركي معنا في مسابقات نساء ديال وضمتي من بعد الفاصل اللي الحديث باقي وغناخذوا أسئلة أخرى 0522-77-24-24. مرحبا بكم معنا من كل أنحاء المغرب وحتى في الخارج اللي عندكم سؤال. أهلا بكم على راديو أصوات فيلم اللي فيها غادي نفيدكم إن شاء الله بنصائح مع الدكتورة إلهام بن عبود أخصائية في أمراض النساء والتوليد والدكتور عماد ميزاب دكتور ديالنا رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية ودكتور الصيدلة. غادي ناخذ أسئلة أخرى بعد ما شفنا غزلان طبعا السؤال ديالها ديال البنية اللي عندها 16 سنة مع البلوغ فوق ما كتجيها الدورة الشهرية كيجيها آلام كتير في التادي ديالها. هذه غنرجعوا ونشوفوا كيفاش تخفف عليها واش طبيعية أو لا. غادي ناخذ لطيفة اللي معنا من الدار البيضاء. صباح النور. صباح الخير اختي سناء. اهلا مرحبا بك معنا في حديث ومغزل يا لطيفة. اختي سناء مرحبا. الدكتورة اللي معاك. مرحبا مرحبا حنا في الخدمة. انا اختي سناء عندي بنتي طلع في 20 عام وعندها واحد الولسيس في التادي ديالها. ايه. في الراس. في الراس ديالها وما عرفتش شنو غندير ليها. واش ديتوها للطبيبة لطيفة؟ الله يرحم والديك بغيت نعرف زعما شنو نخرج من هذاك الشيء اللي عندها ولا زعما شنو وهي فايده دوزت ليها وعطوا لي ديك البوماد اللي كتجي من برا ودازها شي ايامات صافي وحبساتها ولكن داك الشيء باقي فيها. ولكن الطبيب عطاها شي تحاليل عطاها شي حاجه ديرها عطاها شي تلفازه هذه اللي كتجي من برا هي اللي هذيك البوماد اللي هي اللي درنا ليها شي ايامات صافي ولكن داك الشيء بقى فيها وكترز بالزله ديالها وكنحس به كبير. وطبيب عام ولا طبيب ديال النساء؟ اختصاص في النساء. لا مشينا غير العام لو دوزنا عند وحده نساء هي في اختصاصيه عند النساء هي اللي عطات هذه البوماده صافي ما بقاش قالت لنا حتى شي حاجه اخرى. واخا لطيفه هذه الولسيسه واش كتبقى فيها ولا كتمشي وكتجي؟ لا بقات اختي سناء بقات تقريبا عام دابا وهي فيها وراه باقا فيها ما كتحيد ما والو. واخا دكتوره بن عبود. واحد المره كتقرصها شي حاجه كتقرصها بحال شي برا ولا شي حاجه كتقرصها فيها. واخا
دكتورة بن عبود شنو نقولوا لطيفة هضر مع لطيفة هي معنا لطيفة عندك هادو السيسام كان عضوية ماشي هي بنتها عندها 20 عام هي في أغلب أحيان ما كنقيسوهاش في فترة ديال التكوين ديال الثدي حتى كتوصل واحد السن وكنبقاو راقبينها واحد المدة إلا لقينا بأنها فيها تطور ولا تأكدنا بأنها حميدة في الحالة الأولى إلا لقينا تطور كنفتحوا لها ما لقينا حتى شي حاجة كنقدروا غير نراقبوها عندها مراقبة مرة في الشهور عند طبيب اختصاصي ولكن دابا هي دكتورة ما تخافيش منها الا ما كانتش كتطور وديري لها المعاينه كل 6 شهور عند نفس الطبيب بالراديو ديالو وفي اغلب الاحيان ما كنقيسوهاش حتى تتبان فيها شي اعراض اللي كتكون تتعطينا واحد الاعراض خايبين. شكرا جزيلا دكتوره بارك الله فيك الله يجازيك بخير. مرحبا لطيفه سلمينا على البنيه الله يخليها لك. غادي ناخذ فنيده معنا من مراكش. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فنيده. كدير اختي سهلة لاباس عليك؟ الحمد لله. انا غير عطوني الاسئله ديالكم باش نربحوا الوقت. عندي اسئله كثيره باش نقدروا نجاوبوكم. مرحبا. السلام دكتور عماد والدكتوره. الحمد لله الله يبارك فيك اختي. شنو السؤال ديالك؟ مرحبا. السؤال ديالي انا عندي الاكياس في كيجوني في الثدي ديالي اليمنى وكان عالج ليه المره الاولى بواحد البوماد وشي كاينه طاي طبيب والحمد لله برا ما بقاش وعاوتاني كان جا شي الام في المعده مشيت على الطبيب عام ماشي طبيب خاص وقيت عندي عاوتاني داك الكيس في هذا اليوم نانيت دابا كتب لي شي بوماد هي عندنا ديك البوماد في المغرب كتجي من برا. شحال في عمرك فنيده؟ قال لها تبعها 3 شهور. فنيده شحال في عمرك؟ عندي 38 عام. 38 سنه. دابا هاد الاكياس مازالين؟ تبعت لهم ديك البوماد 3 شهور إيه؟ ودابا انا ما فيا لا الام لا مقاسحين عادي التدي ديالي عادي ما بقاش فيه الكيس ما رجعش الطبيب وقال لي عادي ما تخافي منه ما والو هذيك البومات جاتني من برا تبعتها 3 شهور وصافي بقى ما رجعش الطبيب. وانت دابا معيطه لنا شنو السؤال ديالك؟ دابا بغيت غير نتاكد واش شي حاجه دايره واش مع نكون مرتاحه ولا يعني دابا انا ما كاين لا الام لا حتى شي حاجه عادي. واخا شنو نقولوا الفنيده ولكل السيدات اللي بحال فنيده كيظهروا لهم هاد الاكياس باش نشرحوا هاد الاكياس شنو المصدر ديالها واش السيده تبقى خايفه منها وترد البال ولا عادي. الاخت فنيده تقريبا بحال البنت ديال مدام لطيفه غير هذيك في السن مختلف حتى هي كيبانوا فيها كيف ما هاد الامراض ديال لي ديستروفي مامير هما هي تغيرات ليفيه ديال الثدي في المنطقه اللي كتكون غداديه يعني الجلوندولار ماشي الشحمه وكتبقى تعطينا تكيس من جهه واورام حميده من جهه اخرى. هادو كنقدروا كيف ما قلت لك المراقبه وهما تيخضعوا لاضطرابات الهرمونيه اللي تتعيشهم السيده من فتره البلوغ حتى فتره ديال هذا وكيستمروا معها حتى من بعد انقطاع الطبيب وهما تتفاعلوا مع الهرمونات ديال السيده مراقبه وفيما بان لنا شي اضطراب ديك الساعه كنتدخلوا جراحيا. كنسمعوا اسئله كثيره دكتور عماد من السيدات اللي كيخرجوا لهم هاد الاكياس او لي كيست. شنو هو الكيست منين كيجي؟ هو دوك الغدد الليفيه اللي تتكون تتعطينا افرازات الحليب كتسد لها المسام ديالها وكتعطينا نوعيه من الاكياس. ولا التضخم ديال الغده حتى هو كيعطينا هذه المشكلات. تضخم الغده الغدد الحليبيه هما لي زاسيني ولا البصيلات الحليب. غير اللي بغيت تركز عليهم اختي سناء هنا هو المساله اللي قالت الدكتوره ديال ان كل 6 شهور خصنا نديروا بالنسبه للناس اللي عندهم الاكياس خصهم كل 6 شهور يشوفوا الطبيب لان المتابعه ديال هاد لي نودول هادو ولا ديال هاد الاورام اللي كتكون حميده ولا هاد التغيرات اللي كتكون في الثدي مهم هاد المتابعه الطبيه والمعاينه عن قرب لان واخا الطبيب كيقول راه الامور راه مزيانه ولكن راه يقدر يتطور مع الوقت فهنا حتى كيقول لك الطبيب صافي راه الامور مزيانه ما تبقاش ترجع حتى الى بانت شي حاجه عاد رجع عندي عاد باش نحبسوا هاد المساله. هذه من جهه اخرى هو الاستعمال ديال بعض الاعشاب. هنا علاش بغيت انا نسطر واحد ثلاثه ديال السطور حمر هو بعض المواد الطبيعيه اللي كيستعملوها اللي كينصحوا بها اللي غادي نشوفوها اللي كيمكن تعطينا مضاعفات. غادي ناخذ سؤال اخر معنا فاطمه من فاس. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم. اهلا مرحبا بك على راديو اصوات فاطمه. تحيه للناس د فاس. شنو سؤالك تفضلي اخت فاطمه. انا في 2002 ايه كانت عندي واحد التونسيسه وحيده ودرت تحاليل يعني ما فات حاجه ايه ولكن دابا ديك البلاصه كضرني فين كانوا الغراس ايه شي خطره كتولي لي ديك الزده حمراء واش عادي ولا خصني ندير شي راديو ولا
دكتوره بن عبود، هذه تنقول اعراض جانبيه ديال لا سيكاتريزاسيون، يعني ديال سيكاتريس. سيكاتريس هذه ما عندها علاقه مع التدين. الجلده ديالك اللي دارت واحد تنسميو حنا كيلويد، واحد تحجر اللي تيقدر تعالج غير موضعيا، يعني دابا ما تخاف والو، ما تخاف والو غير بالمراهم، ولا يقدر نديرو شي تدخل باش نعاودو نصحو هاد غير بالبوماده. واش تمشي على عندها على الطبيب؟ لا تمشي عند الطبيب باش يصحح هاد المشكل، حيت خاص تقيم المراهم. يعني بلا ما ندير داك الماموغرافي ولا لا لا لا، هادشي لا سيكاتريس هي اللي مرضات ليك. عندنا اسئله على الفيسبوك ديال السيدات اللي داروا عمليات استئصاء او حيدوا الولاسس. الولاسس شنو، كيفاش كتختلف على الكيست او الاكياس، شنو الفرق بيناتهم؟ الولاسس هما مصوبين بواحد الجسم صلب، يعني كتحس به صلب. اما الاكياس هما يا تجويفه عامره بالماء والاختلاف كيكون شكلا في التقليبه الكلينيكيه وحتى في الراديو. الراديو كيعطيك اختلاف، ولكن في التطور ديالهم الاكياس ولا الاورام جوجهم كيقدروا يكونوا حميدين كيف ما يقدروا يكونوا امراض سرطانيه. كتسولنا السيده على صفحه ديال الفيسبوك، راه سجلتوا السؤال ديالها، ثلاثه المرات كتحيد هاد الولاسس، ودابا سمعنا فاطمه هي حيدات فتحت على الولاسس، علاش ضروري الفتيح؟ كيف ما تنوصف، لان في المراقبه كيبان لك اختلاف في الشكل ديال هذاك الورم ولا ذاك الكيس. الا بان لنا اختلاف وشكينا بان يقدر يكون شي حاجه كنحيدو، غير باش الانسان كيتهنى ولكن الا كان عندك مرض فيبروكيستيك، هادو امراض اللي تيقدروا يصاحبوا المراه من اول ديال البلوغ ديالها حتى نرجع معاك لهاد النقطه دكتوره إلهام بن عبود. كنعرفوا على انه بزاف البنيات، وسمعنا الشهادات ديال السيدات كيسولوا، البنيه اللي عندها 16 عام والم كثير وكيطنبوا لها التدين ديالها مع العاده الشهريه، بزاف ديال السيدات والبنات كنعرفوهم كيضروا لهم الولاسس في سن البلوغ. حيت كيف ما ذكرنا بان شفنا اما في البلوغ اما انقطاع الطمث، هادو المراحل اللي كتكون في بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش هاد هي ولا منو هي انقطاع الدوره الشهريه، حيت هادي راه بالعربيه. يعني في هاد المراحل بجوجهم كتكون واحد اضطرابات ديال الهرمونات. الهرمونات بحال كيف ما قلتي كيبداو يتقادوا في الفتره اللي يلاه كيبداو البلوغ، وحتى في الاخر ثاني كيكون واحد انقطاع ديال الهرمونات. في هاد المراحل بجوجهم التدي كيستقبل هاد الاضطراب باضطرابات اللي كيقدر يعطيونا اما هاد السيندروم بريمونستريال، هو قبل من لي غيغل الالم والتدي كيتنفخ ولا كيستجيب لهذوك الاضطرابات الهرمونيه وكيعطينا هاد الالم. يعني داخل في لي ديسمينوغي وفي هذوك الاعراض اللي كيجيو ما قبل لي غيغل. كاين سيدات ايضا اللي في وسط فتره الاباضه، في وسط الدوره الشهريه، كيجيهم الم ديال التدي. هو اغلب الاحيان في اول الحيض وفي اخر الحيض، اما في فتره الاباضه قلال هذه الحالات. شفنا ايضا السيدات اللي كيسولونا على التدي ديالهم، الحجم ديالو كيرتفع، وكاين هناك ايضا سيدات اللي كيسولوني في مرحله الرضاعه، مرحله الحمل، الوضع، باغيين من عندك دكتور عماد وصفه ضد ترهل الثديين. ولكن قبل انا بغيت نهضر معكم اليوم، لان حنا هذه الحصه انا بالنسبه لي مهمه بزاف، الوقايه دائما خير من العلاج. اليوم دكتوره بن عبود، اليوم دكتور عماد، شنو خاص كل بنت وكل امراه تعرف على التدين ديالها؟ شنو هما الامور في الحالات اليوميه اللي كيضروا بها؟ الدراسات والابحاث اليوم شنو كتبين؟ مهم خاص تحترم التدي في فتره ديال التطور ديالو. احترم نهضروا لغه ابسط دكتوره بن عبود، هي في البلوغ. في البلوغ لي، ولكن بغيت نزيدوا نوصلوا المعلومه. في البلوغ فاش كتكون السيد البنيته كتبلغ وكيبدا التدي كيكبر، فهذيك الفتره خصها تحتفظ على الجلده ديالها، تما فين كيوقع داك الزياده في الوزن، وتما فين كيوقع واحد سميتو دوك لي فيرجيتو اللي كيوقعوا في الجلده ديال البنيته. يعني وحتى في زياده الوزن ديالها في هذه الفتره وفتره ديال الحمل والرضاعه، تما كنعطي للسيدات بانهم يستعملوا مراهم ديال لا سيكاتريزاسيون، يعني حمايه ما قبل داك الجروح اللي كيوقعوا في الجلد ديالها. ما عرفتش شنو السميه ديالها بالعربيه، هما لي فيرجيتور. يعني عند السيده اللي وتستعمل مواد طبيعيه، يعني التفادي مواد كيميائيه في الجلده ديال الجلد ديالها، وحتى
تحت الابط ديالها. واخا انا غنرجع ونسولك على السوتيانات او الحمالات. البنيه ملي كتوصل سن البلوغ كتبدا تلبس الحمالات لانه كيخصها شد الصدر، لانه كيخصها تجمع الصدر، لانه عيب عندنا المراه تخرج ما لابساش سوتيانات. واش السوتيانات، انا كنعرف لان هناك ابحاث ودراسات اللي بينات على انه سوتيان غورج او الحمالات ممكن يكونوا مضرين بصحه الثدي. علاش دكتور عماد؟ اكيد فالحمالات اذا كان منهم بعض المواد، يعني الحمالات اللي كيكون فيهم الحديد، الحمالات اللي كيكونوا فيهم بعض المواد المعدنيه كما قلنا بحال دابا التيتانيوم، بحال دابا مواد او بحال النحاس، كذلك بحال المواد اللي كتكون كما كنقولوا حنا مطاطيه فيها مواد كيميائيه، فهذه كلها كيمكن تضر. اما الا استعملنا واحد النوع ديال الحمالات اللي كيكونوا مثلا الاستيك ديال القطن، وفي الارجح كيرجحوا العلماء اننا نستعملوا حمالات رياضيه، فكاين واحد النوع ديال الحمالات الرياضيه اللي كيكونوا الاستيك، اللي كيكون كيعطي واحد ان اللحم كيكون عنده واحد لا ريسبيراسيون عاديه، يعني واحد التنفس عادي، وما كيضروش على الحجم ديال الثدي. فهادو هما اللي منصح بهم. يعني اليوم الابحاث كتنصح السيده تميل اكثر للسوتيان اللي ما فيهش الحديد. اكيد اللي ما فيهش الحديد وفيه وماده تكون قطنيه ممططه، يعني ماشي المواد اللي كتكون مواد من مكررات البترول اللي كتكون راه عارفينها ديال الميكا بحال دابا. العيب ديال هاد لي سوتيان بالنسبه للسيدات اللي كيعرفوني وانا كنهضر على لسانكم، انه السيده اللي كيكون عندها ثدي وافي ما يمكنش تلبس هاد السوتيانات لما كيجمعوش بالشكل اللائق الثديين ديالها. نعم. ففي هذه الحاله شنو منصوح به تستعمل السيده؟ واش مثلا كنعرف كاين دراسات كيقول لك مثلا السوتيان ما يتلبش على الجلده مباشره، انه المراه اليوم دير هذاك اللباس الداخلي سوفيتمون ديالها او سوفيتما وعاد عليه تلبس لي سوتيان، واش هذه الفكره اللي كتايدوها؟ اكيد، لان كيما الى استعملنا داك اللباس الداخلي ودرنا عليه هاد الرفادات هادو او الحاميه هاد لي سوتيان، فشنو كيوقع؟ كيتم الامتصاص بعد ديال التعرق، كيخلي ان الجلده ما كتكونش على اتصال مباشر بهاد المواد اللي هضرنا عليها، وكتحمي اكيد انها كتحمي البشره من اي حاجه كيمكن تاثر عليها. غير هو واحد المساله ما نزيروهمش بزاف، هذا هو اللي هنا فين كيكون المشكل. هو كاين البعض، يعني بعض الفتيات ولا كيبغيو يبينوا مثلا بعض المفاتن وكيزيرهم بزاف، فنحاولوا اننا نديرهم يكونوا مرتاحين، انا منين يداروا تكون عندنا تنفس عادي وما يكونوش مزيرين على الصدر. هي ماشي ديما غير البنات اللي كيبغيو يبينوا المفاتن ديالهم، ولكن هي ايضا بشكل عملي بالنسبه لكثير من النساء العمليات اللي كيخصها تحس بانها مجموعه، ماشي باش تبين حتى شي حاجه. دكتور عماد انا كنختلف معك في هذه النقطه هذه. غادي نرجع، بغيت ناخذ رايكم في استعمال واختيار لي ديودوغون المزيلين العرق. كنعرفوا اليوم على انه في البلوغ كيبدا الجسم كيفرز روائح تعرق، كيبدا استعمال لي ديودوغون. اليوم دراسات كثيره اللي كتبين انه لي ديودوغون لانها كتستعمل على مستوى الابطين عندها تاثير مباشر على الثدي. كيفاش نشرحوا هذه المساله ايضا لكل من كيتابعنا؟ اذا الى غنهضروا على التاثير ديال المواد الكيميائيه، فمنظمه الصحه العالميه كاين بزاف ديال المواد اللي صرحت بها واللي بيناتها، مع العلم ان هذه المواد راه 8000 سيده كل 15 يوم كتصاب بالسرطان، وخاصه سرطان الثدي، باستعمال هذه المواد الكيميائيه. فهنا كنلقاو البنزول، مركبات البنزول، كنلقاو لاديوكسين، هذه الماده اللي كتستعمل كذلك في الاسمده وفي المبيدات، كنلقاو ما يسمى بعض المعادن الثقيله بحال ما يسمى بالكادميوم، الارسينيك، الرصاص، الالومنيوم، فهذو كلهم كتكون في شكل املاح اللي كدار في هذ لي ديودوغون باش كيحافظوا لهم على مده الصلاحيه، وكذلك كتستعمل كمضادات البكتيريا بحالهم بحال لي سلفات بحال لي بارابين. فين كيكون هنا الخطر ديالهم؟ خصنا نعرفوا بان احنا الجسم ديالنا كيتكون من واحد الغدد لمفاويه، هذه الغدد اللمفاويه اللي عباره على واحد الشبكه اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا كامله، وهي الاساس ديال المناعه، ان هاد الشبكه هي داك كما كنقولوا حنا هو داك لو كود جينيتيك او الرمز الوراثي ديالنا ديال المناعه ديال كل شخص. فلما كنستعملوا هاد المواد شنو الخطوره ديالها؟ سريعه الامتصاص، ان مجرد ما كطيح في المسام ديال البشره ديالنا وخاصه تحت الابط كتمشي مباشره لهاد الغدد اللمفاويه وكتبقى فيها. حنا كنا هضرنا على الجذور الحره، هاد المكونات اللي كتكون مسرطنه، هضرنا على المواد الكيميائيه اللي ما كنقدروش نتخلصوا منها، ومادام كتبقى لينا في الداس ديالنا ما كنتخلصوش منها، اكيد انها مع الوقت كتعطينا مضاعفات، واول حاجه هو السرطان. اذا اليوم كل من كيتابعنا هذا الصباح، اي وحده فينا، اي وحده في السيدات غيمشي وياخذوا ديودوغون، شنو خاصها تقلب في هذاك الديودوغون او المزيل للعرق؟ اذا بعدا ما يكونش الكول، اذا سونز الكول، خصنا نبحثوا على مواد اللي ما فيهاش الكحول. ما يكونش فيها كذلك الالومنيوم،
بدون ألومنيوم والحاد يعني لي ميتولوغ يعني المعادن الثقيله كيفاش كتكون مكتوبه بشكل تجاري يعني سون ميتولوغ كتكون في بعض المرات كاينه نشوفوا سون ألومنيوم ديروا 0% كاع حنا ولا بيو مثلا هاد العباره هادي نقدروا نلقاوها فيهم ناتوريل يعني صعيب نقدروا نلقاو ناتوريل وراه معروفين يعني الجناح اللي كيكون فيه هاد المواد ما كتكونش مواد كيميائيه مضره والا فاحنا باش نتجنبوا هذه المشاكل غنمشيو ناخذوا لي غام بيبي اذا لي غام اللي كتستعملوا الاطفال فهي واكيد ما اماكن اللي كتكون مرخصه فهاد لي غام كتكون فيها واحد المراقبه خاصه هاد المواد اللي هضرنا عليها كتكون صارمه ما كتكونش في هاد المواد هذه وكتكون واحد الصرامه في المراقبه خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم اللي كيكون عندهم بشره حساسه بزاف او الناس اللي كيكون عندهم ولكن شنو غناخذوا في لا غام بيبي دكتور عماد مثلا لي ديودورون مثلا ولا لي ما كاينش لي ديودورون دونك ناخذوا العطر ديال بيبي فوالا دابا تعطر السيده فوالا يعني باش هضرنا قبيله على الاعشاب او المواد الطبيعيه نعم. اللي جاري الاستعمال ديالها يا اما في التادي مباشره او في منطقه من الجسم اللي قريبه من التادي هنا بغيت نتكلموا معك على واحد المزيل العرق اللي قديم عندنا في المغرب معروف اللي هو التوتيه او الناس اللي كيديروا مثلا واحد الخليط ديال الشبه والطالك الطالك اللي كيدار ضد تعرق القدمين واش هذه العادات صحيه وعلاش فهاد العادات غادي نخليو في ديك التركيبه لان كنعرفوا التركيبه منش كتكون فيها الشبه فيها التوتيه وفيها المسك طبيعي فغنخليو المسك اذا المسك فهو ماده طبيعيه اللي يمكننا ندهنوه وسريع الامتصاص وما كيمكنش يعطينا اعراض جانبيه للذات ديالنا اكيد كنهضروا على المسك الطبيعي اما الشبه التوتيه فهادو كلها مركبات كيميائيه هذه ليست بمركبات طبيعيه مركبات كيميائيه احماض حتى هما فيها ديال مركبات ما بين الالومنيوم وما بين الكربون فهادو كلها مركبات اللي كتدخل للداس ديالنا وكتضر بها الطالك راه هضرنا على المعادن الثقيله فالطالك كنلقاو فيه بزاف ديال المعادن الثقيله اللي مثلا بحال المغنيسيوم الصناعي الزنك الصناعي فهادو كلها امور اللي تصايبات على حساب الاقدام فما يمكنناش غادي نستعملوها في مناطق اللي كتكون هشه وخاصه اذا نقرروا خصنا نخرجوا دابا انا بغيت السيدات من يتصنتوا البرنامج يقولوا هذه من اليوم ما بقيتش غنديرها الشبه والتوتيه ممنوع نستعملوها كمضاد العرق والطالك والطالك حتى هو نوقفوه أكيد. ما عمر الانسان يديرهم بعد الحمام ديالو اكيد تحت الابط ديالو يعني بالنسبه للمنطقه تحت الابط لازاله العرق هذه عادات اللي نوقفوها اكيد شنو هي الامور اللي خاصنا ربما نكثروا منها نعم اللي صحيه للثدي فالامور الصحيه للثدي هي اول حاجه الماء اول ثاني حاجة, حاجه المواد الغذائيه المواد الغذائيه اللي خصها تكون اللي هضرنا عليها المواد الخضراء اللي غنيه بالكلوروفيل غنيه بالاملاح المعدنيه المواد الموسميه اللي عندنا دابا بحال دابا اللوبيا الخضراء لي زيبيناغ سبانخ مساله اخرى ان الفطر شوف الشكل ديال الفطر كيفاش داير ولكن الفطر الاكيد اننا ماشي غادي ناخذوا منه واحد الكيلو ولكن نقدروا ناخذوا غير جوج ولا ثلاثه ما عرفتش انا هذا السؤال شنو بغيتي نجاوبو كيشبه للتادي الفطر لا كيشبه يعني الغدد اللي كتكون عندنا اكيد في التادي ديالنا واكيد ان الفطر كيشبه حتى التكاثر ديال السرطان فهنا كنعرفوا انه كيعالج يعني كيعاون في الوقايه اذا ولكن الفطر ماشي المهلب هنايا لا اكيد الفطر الطبيعي ثلاثه ديال الحباس كنغليوهم في نص سيترو ديال الماء حتى كيغلاو مزيان كنخويهم في واحد القرعه كنمنو ناخذوا كاس نص ساعه بعد الفطور يوميا الوقايه كنديروا واحد المده ديال شهر الناس اللي كيكونوا كيعانيوا يعني من السرطان ولا استعملوا لا شيميوثيرابي فيتبعوا واحد المده ديال 3 شهور كيعاون على تصفيه الداس من هذه الاشعه هذه سمعنا اسئله كثيره اللي فيها الالم فيها الحريق ديال البزوله يا اما بسبب اورام او الولاسس يا اما بسبب ليكيست او بسبب العاده الشهريه شنو هي في الوصفات الطبيعيه او في العادات ديال جداتنا الامور اللي خصنا نحافظوا عليها اللي كتهدئ وكتنقص من هذا الحريق دكتور عماد اكيد فواحد المساله ديال القرفه اللي كتستعمل بزاف يعني كتقرب العاده الشهريه ولا ملي كتكون فهنا نحاولوا نتجنبوا لان كتعطينا تقدر تعطينا نزيف انها كتعطينا لي مغاهي انا مشيت معاك شنو خاصنا نديروا وفي المواد الطبيعيه الوصفه انا اللي الوحيده اللي كنستعمل يعني لهاد الامور ديال الالم او قبل الدوره الشهريه هو خمسه ديال الوريقات ديال السالميه كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى كنخليوه حتى كيطلق وكنشربوه واحد خمسه ايام قبل الدوره الشهريه فهي كتساعد في توازن الهرمونات بطريقه طبيعيه وكتخفف الالم ديال هاد الاضطرابات هادي كنعرف على انه العيالات بشحال هادي كانوا كيديروا فوطه كيديروا فيها الماغليان سخون وكيحطوها كيكمدوا بها ملي كيكون الولاسس واش هادي من العادات اللي مزيان
يمكن هذه العاده كيستعملوها النساء في ايام متى تكون رضاعة حيت كتحل المسام وكتعطينا واحد انسكاب في الحليب وكتنقص عليهم هذوك الالام. بغيت نزيد غير واحد جوج المعلومات مهمين هما يا لي سوتيان يعني الحمالات خصهم يتخادوا بلاطاي ديالهم يعني السيده ما تاخذ لا اصغر منها لا اكبر منها. كيف ما ناكد على بانهم ما خصهمش يكون فيهم مواد صلبه كيف ما كانوا وخصو يكونوا بالقطن. هذيك الفكره ديال التحفق هذاك مزيانه. وثاني حاجه هو هي الوقايه من هذوك التهروات اللي كيكونوا في الجلد ديالها كيف ما قلت فتره البلوغ كيكون واحد تطور سريع ديال الثدي فتره ديال الحمل فتره الرضاعه وتستعملوا مواد طبيعيه يدهنوا بهم الثدي ديالهم كوقايه قبل من التهرب. زيوت أرغان مهمة واحد نوعية ديال الزيت اللي كتعاون بالشد ديال 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 جلد الثدي. زيت اللوز الحلو والثاني الثالث هو زيت ديال العود ولكن يكون زيت طبيعي يعني بيو ما مطحونش بالملح يعني باش ما كيكونش. اذا هذه ثلاثه زيوت اللي كنصحوا بها السيدات ضد ترهل الثدي هذا وقايه لدوك السؤال اللي كانوا قالوا بان كيهبط لهم الثدي ديالهم كيولي عندهم ترهل فيه. انا عندي سؤال اخر كيطرحوه علينا المستمعات علاش كاين السيدات اللي عندهم بزوله كبر من بزوله او ثدي كبر من ثدي هاد البنات طبيعيه ولكن كاين واحد السيدات اللي تيكون عندهم ثدي كبير شويه كتبان هاد الفرق وكيبان هاد الفرق كيف ما قلت لك في فتره البلوغ بزاف ملي تيبدا يكبر وحتى بعض المرات السيدات اللي تجي كتقول لي عندي بزوله قبل تتبدا بزوله كبر من البزوله اكثر هي اليمنى وفتره الرضاعه عاوتاني مشات حسب الاستعمال ديال الرضاعه وهي فيزيولوجيه ومقبوله في واحد القدر. غادي ناخذ مكالمه اخيره وسؤال اخير. خديجه معنا من الرشيديه على الخط وغادي ناخذ سؤالك. خديجه مرحبا بك معنا على راديو اصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك عندنا. شكرا لك دكتوره الله يجزيك بخير. شنو سؤالك؟ ديالي هو بنتي عندها 24 سنه وعندها بزوله عاديه وبزوله الراس ديالها محلول بحال اللي مذبوح بموس وكيعطيها الصداع بزاف. كنبقى نشد البزوله ديال بحال هكا ملي كنبقى نقول لها ماما راه كيعطيني الصداع بزاف ومني مشات سولات حيت عندها هي اللي كوطر عندها الولاس وكنطلب منك باش تجيب لنا دكتوره ديال الولاس الكوطر الله يستر عليك. واخا على راسي وعيني. كنت الميساج من بكره اختي على راسي وعيني يا خديجه. اييه الله يفتح لك ببال الخير. امين. كنشكرك بزاف انت والدكتور عماد والدكتور الهام. يلا نكملوا. والمشكله الاخرى ملي جات عند الدكتوره ديالها ديال الكوطر قالت لها اعطيني باش ندير لي ماموغراف قالت لها انت عندك 25 سنه ما يمكنلكش ديري لي ماموغراف صعب عليك. دكتوره الهام واش هادشي صحيح؟ لا صحيح. انه في واحد السن ممنوع البنت دير لا ماموغرافي. بعدا الماموغرافي ما كتبين والو هاد السن يعني قبل من 25 سنه ولا كاع حتى 30 سنه كتقدر لسان تيكونوا قاصحين ومجموعين يعني كتكون واحد التجربه مؤلمه من غير تجربه مؤلمه حتى واخا درتي لا ماموغرافي ما كيبان لك والو يعني وخا. كتبقى فحص الصدى الليكوغرافي هي الوحيده اللي كتعطينا هذا. هاد الشابه اللي عندها الراس ديال الثدي تيتفلح هو شكلا كيكون اون انومالي في الشكل ديالو كيكونوا دوك القنوات مشتتين ولا تيكون داخل واحد شويه دونك غير الا كتقدر تعالجو بالجراحه ولا غير تعالجو بالسواه حيت كيكون محلول باش تعتني به. تعتني كيف ما قلت لك الزيوت ما كاين ما احسن من الزيوت الطبيعيه. الزيوت الطبيعيه كتعطينا كتجمعوا لينا وعاد حتى الطريقه العنايه ديالو كتقدري تمسح مره بالمراهم اللي ضد الميكروبات. شنو احسن زيت اللي نصحوا بها السيدات في هذه الحاله؟ السيدات اللي مرضعات وكيتفلح الراس ديال البزوله، السيدات اللي بلا رضاعه كيف شفنا الشابه 25 عام وعندها الراس الماملون مفلح، شنو هي الوصفات او الوصفه الطبيعيه اللي غادي توالبهم؟ فهنا غادي نستعملوا الجليسيرين الطبيعي، فكاين جليسيرين نباتي هو اللي غنستعملوه بالنسبه لهذا المشكل هذا اللي كيكون ديال الراس ديال الثدي حتى بالنسبه للمرضعات. غير هو ملي كنديروه بالنسبه للمرضعات ملي نديروه يخليه واحد المده ديال ساعه ونص على ما يتجدد الحليب في ساعتين ويمسحوه ويغسلوه عاد باش يعطيو لوليداتهم انهم يرضعوا. الزيوت اللي يمكننا نستعملوا اضافه الزيوت اللي ذكرت الدكتوره فغادي نستعملوا زيت التين الشوكي حتى هو من الزيوت المهمه اللي كتعطينا اللي فيها لافيتو الاستين اللي كتجدد لنا الخلايا. غادي نستعملوا كذلك
كذلك زيت البابونج فهو مهم، زيت مرد الدوش فمنه أنه كيبرد الحريق ومنه أنه كيعطينا هذا المرونة، فهذه كلها زيوت كيمكن نستعملوها. وما نساوش حتى زيت لافوكا الغني بالفيتامين، أحسن زيت اللي كتهدئ الآلام وداك الصداع كيف سمعنا بحال كتك في التادي ديالها قبل من العادة الشهرية. فلا مرجولة يعني كما قلت الزيت ديال مرد الدوش غادي تعاون إن شاء الله. زيت طبيعية ديال مرد الدوش شنو ديرها السيدة كل ليلة؟ كل ليلة دير بها واحد المساج دائري على التدي ديالها بلا ما تبرك وتبات بها وغادي تعطيها ان شاء الله فائده. سؤال اخير، علاش اليوم الابحاث كتنصح بانه اي مره منين جيت نعس في الليل تحيد لي سوتيان تحيد الحمالات؟ هاد الحمالات كيضغطوا على التدي، يعني في الطريقه باش تكون واقفه كتقدر تكون عندها واحد الدور ديالها، اما في النعاس بالعكس خاصها اما تلبس حمالات رياضيه اللي يكونوا مرخوفين ولا ما تلبسهمش كاع احسن حاجه. وحاجه اخرى الضغط على الليسا اما بطريقه تنعس على على التدي ديالها ولا تضغط عليهم باليد ديالها الا نعست حتى على الجنب ديالها. تهدي امور ما مزيانش حيت هو حساس، هو عضو حساس ما كي ما كي ما كدورش الدوره الدمويه ديالو الا ضغطتي عليه حتى الا استعملتي. اذا احسن طريقه النوم هو على الظهر او على الجنب، الجنب ماشي على على لا لا هذيك مضرة بالتدي. شكرا لكم كثير دكتورة إلهام بن عبود الاختصاصية في أمراض النساء والتولي، الدكتور عماد ميزاب دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، شكرا لكم. كنتمنى لأنه كانت حصة مفيدة حول صحة التدي، وكنذكر على أنه خلال شهر أكتوبر من فاتح إلى 31 أكتوبر هذا شهر وردي، شهر ديال التشخيص المبكر، شهر ديال الوقاية ديال التحسيس من داء سرطان التدي. الله يشافي كل مريض وكل مريضة، وكنتمنى الصحة والسلامة طبعا لكل فتاة ولكل شابة ولكل مرأة. إن شاء الله ما يكون لا داء ولا باس، ولكن دائما الوقاية خير من العلاج، وتشخيص المبكر حل حقيقي باش لالا تحافظي على راسك وعلى صحتك. غدا إن شاء